وبهذه المناسبة الوطنية يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب. معالي الرئيسة، شكل ميثاق العمل الوطني منعطفا تاريخيا في مسيرة البلاد بعودة الحياة النيابية والعمل البرلماني. كيف تقرأين معالي الرئيسة هذا التطور السياسي ودور السلطة التشريعية في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي بداية أن أتشرف بأن أرفع لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني اللي شكل ولا يزال لحظة فارقة في تاريخ مملكة البحرين بما حظى به من إجماع شعبي بنسبة 98.4% لتبدأ معه مملكة البحرين مرحلة جديدة في مسيرة العمل والإنجاز والذي يرتكز على دعائم الديمقراطية العصرية. نعم. كما أتوجه بالتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وللشعب البحريني الوفي بهذه المناسبة الجميلة والسعيدة والتي تم ترجمة العلاقة الوطيدة بين القيادة والشعب، وأرسو بذلك نموذجا رائعا للتنمية الحضارية والديمقراطية عززت فيها مسيرة العمل الديمقراطي على أسس راسخة لدولة القانون والمؤسسة. مثل ما قلت، يعني ميثاق العمل الوطني هي اللبنة الأولى لوضع تأسيس الدولة الديمقراطية العصرية المتقدمة، وفتح مجال جدا كبير أمام السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى حتى نقوم بدورنا الوطني في التشريع والرقابة. نعم. على أسس طبعا دستورية وقانونية متطورة نضاهي بذلك أعرق النظم الديمقراطية في العالم. وأيضا المشروع الإصلاحي، يعني شكل المشروع الإصلاحي جلالة الملك شكل لنا انطلاقة مع ميثاق العمل الوطني، نقلة نوعية وحضارية للبحرين عززت فيها الحريات بمختلف أنواعها وتعمقت فيها دور المشاركة الشعبية في مسيرة بناء الوطن وازدهاره، وطبعا عبر عديد من الخطوات ذكرت منها أنتم الكثير انتقلنا بها كوطن من مرحلة إلى مرحلة جدا متقدمة بالنسبة للعملية الديمقراطية. يعني ميثاق العمل الوطني كان تطور حضاري وعصري وضع مملكة البحرين على طريق المستقبل المشرق، وسيظل طبعا ذكرى هذا اليوم وإقراره فرصة جديدة لنا إحنا إن إحنا نجدد في العهد والولاء للقيادة والوطن، وطبعا سنستمر في مسيرة النماء بالنسبة للوطن بإذن الله وماضيين بهذا الطريق حتى نستطيع أن نحقق في السلطة التشريعية بالتنسيق والتعاون مع السلطة التنفيذية كل ما يطلع إليه المواطنين من خير في مختلف المجالات. يعني ميثاق العمل الوطني من خلاله ومن خلال تشكيل هذه السلطة التشريعية بمجلسيها ومن خلال التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية نرى بأن شاء الله بكل هذه الجهود متكاتفة متكاملة نستطيع أن نحقق الكثير مما يعني يصبو إليه المواطن البحريني وما هو في صالح المواطن والوطن إن شاء الله. نعم، معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، جهودكم مقدرة وواضحة في إثراء مسيرة العمل النيابي البرلماني وتعزيز تجربة ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين. معالي الرئيسة، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.